مشاهدينا أقسم على الكاتب أن يجد قلمه مجبورا على التوقف عند نقطة في آخر السطر لا يمكن تجاوزها، وأصعب ما على المبدع أن يجد إبداع مأسورا في داخله بذريعة القانون، وعندما يلجم الإبداع من المستفيد؟ تحت عنوان الرقابة والأقلام الكويتية نظمت جمعية المحامين الكويتية ندوة نقاشية حول المشاركون فيها عبروا عن وجهات نظرهم المتباينة. تفاصيل الندوة راح نتعرف عليها في لقائنا الأخير في حلقة اليوم. أتكلم مثلا عن تجربتي الخاصة. كان عندي حلقة اسمها أطفال الإشارات الحمراء، أتكلم عن الأطفال اللي نشوفهم عند الإشارات يبيعون العطور أو يبيعون هذا وكذا. المهم أن أنا كتبت فلاحقت الأطفال هذين وتعرفت على أطفال حقيقة حقيقيين وكانوا بيمثلون معانا وكذا. قدمنا العمل إلى الرقابة، رفضت الفكرة جملة وتفصيلا. وأنا شخصياً عاصرت طفل كان عمره 6 سنوات، اليوم عمره 12 سنة. أنا شخصياً عاصرت الطفل هذا. فمن ناحية هل هناك واقع أو مش واقع؟ لا، كان في واقع. فاستدعوني عندهم، قلت لهم أنتوا لازم تفهمون أن أنا مستحيل أعيد 3 حلقات. أولاً لضيق الوقت، ثانياً لقناعتي في القضية، ثالثاً لأن أنا حاسة في مسؤولية اجتماعية. فقعدوا معي قالوا لي اوكي، الظاهره موجوده لكن احنا نفضل ما نقدم هالظاهره لانها تمس الكويت كدوله يعني تعني بالشان الانساني. عمليه الرقابه بالكويت يعني انا اشوف حقيقه ان فيها تفاوت وفيها ايضا تاخر عن الماضي، وهذا يمكن سبب اشكاليه بين الكثير من الاعمال تمنع بالكويت وتجاز في منطقة الخليج العربي وتحديدا يمكن دولة المملكة العربية السعودية والبحرين وخلاف ذلك. فبالتالي مش أي كتاب يمنع يكون كتاب مميز، يكون كتاب ذو قيمة. في كتب حقيقة نقر بأنها تكون دون المستوى ويصدق على القول بأنها كتب تافهة ومنعت بالكويت، فبالتالي لا تستحق الضجة لأن التجارب لم تكتمل. يسعدنا معكم أن نرحب بضيوفنا المحامية والكاتبة الصحفية أيضا أطياب الشطي والأستاذة المحامية والكاتبة دانا نصر الله. مساءكم الله بالخير. مساء النور أستاذنا. بس أطياب، أول شيء يوم شفت التقرير قلتي أن التقرير اللي حطيتوه أنصف الجلسة أو الندوة، إيش تقصدين؟ تقرير نقدر نقول أنه هو أبرز أهم النقاط اللي كانت تتناولها الندوة. هو فعلا إحنا اليوم لما نتكلم عن الرقيب اللي ينظر إلى العمل الأدبي، إحنا لا نهاجم، في الحقيقة إحنا نتناول طريقة أو آلية منع الكتب. هل هي تنظر بشكل حرفي؟ أم هي تبحث في فحوى الكتاب ومعناه؟ هذه مسألة مهمة. إحنا اليوم لما نمنع كتاب، هل نمنعه على كلمة ولا نمنعه على فكرة؟ الفيصل بين هاتين الفكرتين هو فيصل قدري بالنسبة للكتاب. أنا اليوم ممكن أني أطرح فكرة في أكثر من لفظ مختلف، لكن ما يصير أنت مثلا تحكم علي بلفظ وتهمل الفكرة. نفس الشيء بالنسبة حق الفكرة نفسها، لو أنها ما تجيب هذا اللفظ إنزين، ظل الفكرة تحافظ على أهميتها. معناته إذا العمل الأدبي يحوم حول الفكرة نفسها مش حول الكلمات. الكلمة صح، كلام سليم. نعم. إذا أطياب، أنت ليش مسلطة الضوء على الرقابة بالرغم من أن عندك أعتقد كتابين؟ نعم. أجازتهم الرقابة، شنو عندك ضدهم؟ لا أبدا، المسألة مش مسألة شخصية علشان إحنا نقارن. نعم. فإذا ما الكتابة إذا ما الرقابة أجازت لي كتاب من عدمه، المسألة هي مسألة مبدأ. اليوم الغالبية أو نقول عدد كبير من الأدباء نلاحظ أن يتوقفون عند الرقابة، نلاحظ أن يتفقون عند أن هناك شبهة تعسف لدى الرقابة. وأنت مقتنعة بالشيء هذا؟ أنا شخصيا نعم. نعم. أرى خلال تجربتي يعني. نعم. مع أحد كتبي نعم.
أرى هذا الشيء. هي واجهتي الموقف. نعم، فإحنا كان لابد لجمعية المحامين كونها جهة تسعى دائما لحماية حقوق وحريات الأفراد. حق التعبير هو حق دستوري، سواء كان كتابة عمل أدبي مؤلف كرواية أو كعمل تلفزيوني مسرحي أو حتى كمقال عمود مقال في الجريدة. مقالة، خلينا نشوف دانا، هل واجهتي هذا الموضوع؟ أنت بعد عندك مقالة في صحيفة الرأي. والله للأمانة واجهته، لأن في حساسية من طرح بعض المواضيع، مثل ما تكلمت الأستاذة هبة حمادة، في بعض المواضيع نقدر نقول محضر المساس فيها، لأنه ممكن تثير مشاكل أو لغط. ليش تتكلمون فيها عيل؟ لأن وظيفة الكاتب اليوم أنه يبث هموم المجتمع، أنه يكون قريب من الناس وقريب من مشاكلهم. شنو أبرز القضايا الاجتماعية في نظرك اللي ماخذة اهتمام الكتاب في الفترة الحالية؟ والله للأمانة أشوف أنه في تنوع في وجهات النظر بالكتاب. نعم. في بخصوص المشاكل الطائفية والعنصرية. نعم. مثل ما تكلم سعود السنعوسي، والعنف الأسري تطرقوا لها، والطلاق عموما يعني. نعم. نعم، هذه مواضيع اجتماعية. نعم. عادية. شنو سبب المنع ممكن يكون، يعني إذا ما في أي، ما عدينا الخطوط الحمراء من سيادة الدولة؟ مشكلتهم في الخطوط الحمراء. لا، عاد في خطوط عاد حمراء، في خطوط حمراء متفق عليها كبير. وفي اشياء ممكن تكون الفاظ مبالغ فيها، نقول في اشياء بالقانون الفاظ مطاطه، مثلا يقول لك خدش حياء العام، انت تشوفه شيء وانا ممكن اشوفه شيء ثاني. صحيح، تختلف وجهات النظر بشانها. خلينا نتفق الحين على الخط الاحمر، هل انت مع شيء اسمه خط احمر ولا لا؟ انا مع المحاذير المنصوص عليها بالقوانين، لكن مو ضد انه يكون في تعسف ضد الكتاب في منع كتبه، لان الكاتب بالنهايه وظيفته انه يبرز هموم المجتمع. نعم. الكتابه سلاح. نعم. وفكره. نعم. كلام صحيح. اطيب، هل شفتي ان دور الرقابه اختلف عن ذي قبل؟ يعني هل صار هناك تعسف اكثر ام بالعكس صار هناك حريه اكثر؟ طيب، دور الرقابه هو دور تنظيمي كانت. نعم. ولا زالت هي تنظم عمليه النشر اذا احنا نتكلم كدور، ولكن الفارق اذا تقصدين في السؤال، نحن نتكلم عن الضيق والحريه اللي قاعده توفر حاليا الرقابه. لو نبي نطرح مثال وسبق ان طرحناه في ندوتنا، مثلا مسلسل قيا وسبيكه. أيه. مسلسل قيا وسبيكه لما طلع في وقته، مسلسل ما شاء الله وصلت نجاحاته برا الكويت. أيه. طيب، لو يعرض اليوم نفس الفكره، فتيات صار عندهم مبلغ من المال وطلعوا وسافروا، هل تتوقع انه راح تجيز الرقابه؟ ليش ما تجيزه؟ ما في شيء، لا قبل ولا الحين ما في شيء جزيل. راح تقول لك انه راح يصير فيه وراح يصير فيه كذا وراح تعطي. اذا تغيرت وجهات النظر. تتغير وجهات النظر، اضف الى ذلك ان احنا نرى اليوم ان توجه الرقابه صار اقرب الى تضييق مساحه الابداع لدى الكاتب. وشنو المصلحه؟ هل هناك مصلحه؟ يعني مصلحه شخصيه، مصلحه دوله، مصلحه سياسيه؟ عاده ما الرقابه تتهيب، او نقول مثلا تحاذر او تاخذ محاذير اكثر بالنسبه لاي عمل. وللاسف احنا نعم نؤمن بان هذا دور واجب لازم تسوي الرقابه، لكن بنفس الوقت احنا ما يصير نقتل الاقلام المبدعه، صح ولا لا استاذنا؟ نعم. بالنهايه الفكره لا تمنع، يعني ان شنو تقصدين؟ الفكره لا يمنع، الفكره يرد عليها بالفكره. اليوم انت ما تقدر بعصر البي دي اف وعصر الانترنت اي كتاب تقدر تنزله او حتى تدق على اي شخص يوصله. فعلا. فاليوم اذا انت شايفه ان هذه الخطوط الحمراء غير مجديه، انا اشوف انه ما له داعي للتعسف. انا اشوف المحاذير القانونيه متفق عليها، لكن ما يجوز ان يتم قمع الاقلام الكويتيه بهالطريقه وتعسف يعني. نعم، لكن يفرق، يعني اتوقع الرقابه على الكتابه الروايه تفرق عن الرقابه في المقال والصحيفه. اي نعم، اي نعم. اي هو اكثر حريه؟ انا صراحه انا بالنسبه لي المقال واجهت تضييق وصعوبات للامانه، يعني حتى لما كنت اتكلم عن مواضيع عاديه كانوا يخشون رده الفعل بالجريده انه ممكن يصير مثلا هجوم ولا شيء، وانا اتفهم. نعم. جميل جميل. ناخذ فاصل مشاهدينا وبعد ان شاء الله مكملين حوارنا. مشاهدينا مكملين حوارنا عن الندوه النقاشيه اللي نظمتها جمعيه المحامين الكويتيه تحت عنوان الرقابة والأقلام الكويتية، عندنا تقرير عن الرقابة والإعلام نشوفه وبعدها نكمل حوارنا. التجربة الكويتية، أنا مقتنع أن الرقابة لا فائدة منها في هذا العصر إلا في أضيق الحدود،
ولكن ما دام هناك رغبة فيجب أن نختار من يفحص فكر الإنسان ويفحص إبداعه، من هو، كيف نختار الرقيب ونختار من يصدق على ما يقول الرقيب. الكويت دولة صغيرة، لا اليوم ولا بعد 1000 سنة راح تصير دولة قوية عندها أساطيل وعندها قوة عسكرية، ما عندها غير القوة الناعمة اللي أبدعت فيها، هو القوة الناعمة اللي هو الثقافة، سلاسل وأصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، هذا أمر مشهود وقائم، مجلة العربي، المسرح، الدراما الكويتية اللي وصلتنا إلى مكانة كبيرة على مستوى الخليج وعلى مستوى الوطن العربي. ومستمرين معكم مع المحاميات وأيضا كاتبات أطياب الشطي ودانا النصر الله. نتكلم عن الرقابة أكثر شيء بالرواية، ومتى يعني يتم المنع، ومتى تقلت عن الكلمة والفكرة فقط هذا الإطار؟ الرقابة عندما تتجه إلى أي إجراء تجاه كتاب هي تستند إلى قانون رقم 3 لسنة 2006 متعلق بالنشر. نتكلم بالقانون. نعم. ممتاز. خلنا نتكلم بالقانون. نعم. أوكي. الفصل الثالث من القانون اللي أنا ذكرته لك يدرج بعض المواد اللي تستند إليها الرقابة، كونك قاعد تسأل عن طريقة المحاذير أو الأشياء هذه، فإحنا نحب أن نذكرها لك. أولا عندك الذات الإلهية، نعم. القرآن الكريم، نعم. الأنبياء، شخص أمير البلاد، نعم. ازدراء الدستور، المساس بالقضاء، خدش الآداب العامة، والمساس بكرامة الأشخاص. طبعا هذا كلام كله حلو على الورق، لكن في بعض عندك بعض الأشياء مثل ما تفضلت الأستاذة دانا، بطاطية ما تراه خادشا قد لا يراه غيرك، صح. ما تراه عادي غيرك يشوفه غير عادي. طب إحنا عوائل كويتية في نفس الإقليم في نفس الدولة، في ناس عندها عادات معينة، في ناس تقول لك أنا بناتي محجبات، في ناس تقول لك أنا بناتي سفور، إذن أيهما، كيف نجد معيار؟ هذا السؤال اللي فعلا يفترض أن هذا المعيار هو ليس دقيق، هذا معيار مطاطي. نعم. احنا نواجه هذه المعضله، ومش بس في الرقابه، هذه الالفاظ لما ترد في القانون هي الفاظ جدا مطاطيه. تبون تفصيل اكثر فيها؟ نعم. وهذا صعب ان نطلع فيها تفصيل؟ للاسف صعب. نعم. كلام يعني نعم يخوف، الله يعينكم. والله الله يعينكم. دانا، هل واجهتي هذه المشكله من قبل في مثلا اصدار لك او عمل؟ الأمانة مثل ما تطرقت سابقا يوجد تخوف من طرح بعض المشاكل او يعني بعض القضايا، يعني ما تكتبين حاطه المحاذير براسك في مثل قضايا احنا نشوفها عاديه لان احنا لازم نتكلم عنها. نعم. الكاتب اليوم وظيفته انه يبرز هموم المجتمع والواقع اللي احنا قاعدين لازم احنا بالضبط احنا لازم نعبر عن هالواقع بكتاباتنا، لازم نلامس الواقع، لازم نلامس هموم الشباب والمجتمع، ما نصير نكتب عن شيء واحنا كأن احنا عايشين بعالم ثاني او كوكب اخر. فاللي قاعد يصير اليوم شكرا عزيزتي دانا على هالإضافة. انا فعلا اشكرك. فاليوم قاعد يصير تخوف عند حتى في الصحف، ان حتى اشياء غير هالمحاذير الموجودة، قضايا عادية ما يجوز تتكلم عنها، ابتعد شوية. مثل شنو؟ مثل قضية البدون. نعم. وحتى الأستاذة هيبة حمادة كانت قاعد تقول ان حلقتها تكلمت عن الأطفال اللي يبيعون عند الإشارات ورقابة طلبوا انه يشيلونها. ليش هذا واقع قاعد نشوفه موجود في الشارع وموجود في الحياة؟ بالضبط هذا اللي نقوله. هل يطلب منك انت مثلا خلي المقالة مثل ما هي لكن غيري كلمة، ولا يقولوا لك غيري الفكرة كاملة؟ ولا بالفكرة عموما ما في شيء، لان انا قاعد اطرق حق مواضيع قانونية واجتماعية، فبالغالب ما في شيء. يتم شط مثلا اشياء، يتم ازالة اشياء يتخوفون انها قد تسبب مشاكل مثلا او تحيز مثلا او فكرة معينة فيشيلونها هما. أو في أشياء مثلا يطلبون إعادة صياغتها. هذا اللي تواجهونه. هذا معناته أن أنا لما بكتب عمل سواء مقال أو رواية أو كتاب، أنه وأنا أكتب أكون أنا حاطة خطوط حمراء. قاعدة حاتي. هذا ضروري، هذا حفاظا على أشياء كثيرة منها مصلحتك. مو بس القارئ، أيضا الكاتب. نعم. الرقابة هي تنظم العملية، ولكن عندما نتجاوز التنظيم في شيء، هني تبدأ المشكلة. ما يخالف، بس ما تعتقدون أن أيضا هناك بعض الكتاب فعلا
كتاباتهم يجب أن تمنع؟ أوافقك، أنا أوافقك جدا في هذه النقطة. هناك جرأة نعم. مثلا يعني إحنا مجتمع شرقي في النهاية نعم. سواء مهما الدعي يعني قلنا إحنا فعلا نحتاج الحرية نعم. والكتابة بحرية، لكن تظل هناك خطوط نعم. للدين وللعادات والتقاليد، وهناك كتاب فعلا نقول يتجاوزونها بمسافة بطريقة شرح نعم. صحيح، أنا أوافقك في بالنسبة لهذا نعم. النقطة، وهنا يأتي دور الرقابة الفعلي. لكن مثل ما سبق وإني شرحتك أستاذ، لما نحن نتكلم عن فكرة جوهرية نعم. الكتب هذه عبارة عن أسلحة، الكتب هذه تغير أيديولوجية جيل كامل صحيح. أنت لما نتي تنظر لها تأكد أن أنت مسؤول عن فكر أيديولوجية جيل كامل. وأطياب، شنو دور رابطة الأدباء؟ نعم، رابطة الأدباء حقيقة أنت تقصد في المنع يعني؟ أكيد يعني في الموضوع هذا يعني في ليس ما لهم دور في مثلا مناقشة الرقابة في القوانين وأن يقول لهم الجميل في رابطة الأدباء نعم. أن قبول عضوية طالب الانتساب للرابطة لا يقف على منع أو فسح الكتاب، خلنا نقول بهذا الشأن كبداية نعم. وأضف إلى ذلك أن رابطة الأدباء دائما هي تسعى إلى مثلا مساعدة الكتاب، هي أيضا تقيم ندوات تنويرية، محاضر تثقيفية، هي لها دور كبير طبعا في تثقيف جميل. الكتاب نعم. عن كيفية كتابة العمل الأدبي، عن المحاذية. لكن أمور قانونية وأمور الرقابة والمنع هذا ما لها دور حاليا، قد يكون بعض التحركات موجودة إن شاء الله ولكن نعم. لم تظهر. جميل. آخر سؤال دانا قبل ما نختم، في حال تم منع نص وأنت مقتنعة أو الكاتب مقتنع أن ما في شيء، هناك لجوء للقضاء صحيح؟ لا، بهالحالة لا، لأن أنا أقدر أتوجه لمكان آخر وأنا ما أقدر ألزم الناشر مثلا فكرتي أو أنه ينشر مقالتي. نعم. فأنا لا، الرقابة نتكلم عن الرقابة بشكل عام. نعم، بالنسبة حق الرقابة بداية إذا نعم. صدر قرار المنع. بالنسبة حق المقالة لا، خاضع بشكل مباشر لتوجه الجريدة. لا، لو مثلا كتاب رواية أو كتاب نعم. إذا تم منع روايتي أنها تنشر نعم. أقدر أنا أروح للقضاء وأقول تفضلوا هذه روايتي وعطوني رأيكم فيها وأنا مقتنع أنها هي ما فيها شيء، أقدر؟ ممكن. طبعا قبل القضاء هناك لجنة تظلمات نعم. في إدارة الرقابة، تقومين أنت تقدمين الطلب، لجنة التظلمات تنظر في هذا الطلب وتعيد النظر في الكتاب نعم. إذا تم قبول هذا التظلم إن شاء الله يفسح الكتاب، إذا نعم. لم يتم القبول هنا أنت تلجئين إلى المحكمة الإدارية للبت والفصل فيه. طبعا جميل. المحكمة الإدارية تنوعت أحكامها ما بين قبول الطلبات هذه ورفضها، وكل حكم يعتمد حقيقة على العمل الأدبي. يعني أنتم ما شاء الله محاميات وعندكم خبرة أكبر في هذا الموضوع. مسكين يعني القاضي اللي يحيى مسك موفقين إن شاء الله يا رب. ونشكركم جدا، شكرا للمحامي والكاتبة الصحفية أطياب الشطي، وكذلك الأستاذ المحامية والكاتبة دانا النصر الله، ما قصرتم. شكرا لضيفاتنا المميزات، ونقول شكرا للمتابعة أيضا، نلقاكم إن شاء الله باكر على خير، ومع السلامة. مع السلامة.